نقطة تجمع. طيب وين نجمع؟ في سكريبت اللي في الوسط. إذا وصلنا هناك لك نقاط. صوت مدة عندك مايك أو دقيقة والله ما أدري. حتى اللي في الغرفة دقيقة دقيقة. طاحت الكاميرات يا سيف. ناظر فيها. عادي يتأكد هي معها. والله انا لفه كذا. اقسم بالله ما انت كم حاجت رغبتي فيها والحظ عيا وهي عيا. يا اخوي انا العصافير طاير تبي الحمام طاير والطير طاير. كم العصافير انت شفت القمره اللي اليوم اشهد بالله ما ادري ايش هذا. الى 14 عاد باقي 15 يعني اجيت مكتمل ما شتويه ذي اليوم ما شتويه اليوم 15 يوم اليوم 15 فيه في رطوبه وفي هواء في 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 والله انقصاد هبني سناس الهواء اللي ما هذه بث مامه وقت الشتويه ما هو بهنا هنا ثيل والله انه هواء برد جاي والله براد والله انا براد البراءة تدري من متى صار من بعد العشاء ويلا ايش هب الجنون مساس الجنون لا لا هب الموضوع هذا الموضوع هذا ولا تبغى بدون هوادف والله شوف انا اشحني الطيره رد الفار تشتغل ليه ما تشتغل تشتغل اطق على زايد والبس ما بقى له شيء ناقصها رد رد اطارد اروح لا فهمت الله يعافيك تدري عمامتي والله ما ادري يا طيري اللي على سور السجن غنى زود على خاطر المسجون بضيق كان هي تعمدي الرصوت يشحنا حسبي على الطير من بدات مخال يلا هذه اطول ايش حد يطير القصيده اللي منتشره هذه زايده لك ونعم هذا واحد من بني عمي القصيده اللي كان مسجون في قصاص الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه الله يرحمه هو قال القصيده اللي في السجن طير سوى السجن قديمه ترى ممكن قبل اجيال ها والله اني اشوف لا طرت على بعض يا طير اللي وش ما سمعتها يا طير اللي على سور السجن غنى زود على خاطر المشحون بضيقه كان هي تعمدي الرصوت يشحنا حسبي على الطير من بدات ما خالي لا اله الا الله مسمى على جدي اللي مسمى عليه رجال في سحابة على متات مني شفت عمري خيال في سحابة يا ذهب عالم يا عندي لكم حل حلو من اللي يبي تلقى يرتفع مليون يرقص مع عاضل تراها وش وش يعرض مع ابو محمد يعرض مع عاضل يلعب مع عاضل ابو محمد عاضل قول يلا نياك يلا يلا عاد شغل شيء عادل يا ابو نواف انت تغرد خارج الشرب ايش السالفه؟ خذ المهنه السالفه؟ رايم ان شاء الله رايم طيب انا عندي حل انا عندي موضوعي بلا حل اسلم اذا انتم مثلي علموني ممكن تشترون لبيوتكم انتم خبز بريد ايه تست تست ايه تشترون ايه طيب امانه شلون تفتح الكيسه؟ تفتحها طبيعي الخبزه الاوله ليش ما نستخدمها؟ لا انا استخدمها الصدق اقسمها نصين لا والله ما غير حقطة نفتحها ناخذ من تحت نحطها لا تخطى كذا خذي من صادق انا اقتصادي لا انا اقتصادي يا ليش؟ ليش؟ وتقول الحاله الاجا ما في سبحان الله الحاله يا اخي انتم غير الهدي هذيك غير انتم غطا غير انتم مستغلون تستغلون كل شيء جايك من بعيد كعاب الغرف وشو؟ لا انت كلاك ربي يعني طري صل على النبي الله يجزاك خير يا ابن قمره اشرب شفك اشرب شفك كان يمشي والله ما يشرب الحلقه يوردها اشرب تعال اشرب شفك تعال
حلو. امليك ما يمديني. اجي انا شرب شفك؟ وانت شفك ذا كله. لا 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 بمشي الشغلات. انا عندي معاناه. وش يمله؟ عندي معاناه من نواف لكل. مو بحالك لابداك. مو بحالك لابداك. مو ناحي لو حالك ما اسمع. اشرب وعطني الكاس. اسمع عيال انا اشكيلكم. عيال اشكيلكم معنا. وش هي؟ نواف الاكلبي يطلع يدخل غرفه يطلع بعدين يزايد كيف؟ شخصيه حلوه ارجع عادي يقولها يعني شايفك برايه برايتي هات هات اشرب شوف من عطني ربع لهم شوف هو يوم المرايه ذيك ترد عليك نواف والله انك زين روح تقول ميدا اشهد بالله اني ولد وليت غرد خالد السر اي قعدت مثله عيال حنا كل واحد يضرب له موضوع يا ولد ترى يا عيال قادر اشوفكم تدرون كيف تروحون يمين يسار مخده فراش والله ما ادري حيل اشوف بس يا جاهل والله ما ودي فوت الصباحيه مهم منك والله لو ودي فوت الصباحيه اشهد المسرح ما سيوف الصبح ريال 6 دقيقة ما عاد في 6 دقيقة بعد ارقد ما بستلمكم على واحد واحد خصوصا الشيخ شيخ لما الشيخ صرفه الشيخ مش اصلا معيد اليوم الشيخ صرفه المسرح ما نبي الشيخ صرفه يعني والله لازم تعلموني انا سويت نفسي الهي الهي ما نفعت بعلمك الكوب ده مر علينا كلنا كل امراض مشاكل لا هذا مثل السحالة اللي تدري تدري من اكثر واحد مضرر ريال بلوي ادخل على صحتك كذاب اسمع يعني عطب خليه خليه يصب خليه يصب لك سيف سيف شفطه ما يخلي عيب اصبر مو بصب اصبر لو بصب اكثر واحد مضرر ريال بلوي ليه؟ بالعكس لا مر علينا كلنا بالعكس يمكن يمكن واحد منكم يعطيني خذ شفك انت انت خذ شفك على وش شكرا عشان نفوسكم بس ما تغلي في الكرك اي انا اقول يمكن احد يعطيني بمناح نعطيه رايك يمكن احد يعطيني عين بالغلط ثقه منكم منكم فانا يعني لي اجر كيف انا ترى اول كنت مرضان شوي زيك فجاه يا عيال احسنت يا عيال الربع سي 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 وريان حد ناحي كلكم يا شباب بلا كيف شخصيه رايك يا زايد الناس تلبس احمر لوني تلبس ابيض عشان لوني انت كذا غادي زبادي كله والله ابيض 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 لا زبادي مخمر شوف مخضر بعدي ما اقول لي ما طلع لي شنب اذكر اعطيني عين ايه اعطيني ثاني عين نواف اوكاد استاذ انت الرابع وعندنا بعدين اوكي خلنا نتحرك وانت تحرك انا نواف الكل بيجينا ادور كاميرا ومايك عيال يزعلون مني والله يزعلون مني اسمع حال قالوا العيال يا جا واحد مثلا ريان ولا واحد قالوا ايش بعلم صدق يا جا واحد قال مثلا مثلا زي واحد يعني يقولون مد واحد مثلا خد الروق واحد واحد ولد واحد يقولون مد خد الروق جيت انا تكلمت وفزعت الروق هذا والله يقولون مد انه يدود صامي